بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا الراديو باتن العادية، وعملنا راديو باتن جروب، وعملنا جوه الراديو باتن جروب راديو باتنز. تعالى بقى جوه التشيك ستيتس باتن ده، نخلي المسج اللي بتطلع يبقى فيها برضو تفاصيل عن الراديو باتن، هو اليوزر اختار ايه عايزين نعرف. فاقول له مسج دوت ابند، هعرض مسج هقول له فيها الراديو باتن الاول اللي هو خارج الراديو جروب. خلاص خارج الراديو ايه؟ الراديو جروب. وممكن احط بلس جنبها، ممكن اقول ابند بقى، احنا شغالين اصلا سترنج بيلدر. فاقول له ابند الراديو جروب واحد دوت، عايزين نعرف هو تشيكد ولا لا، فبقول له از تشيكد، فهتريترن ليا ترو او فولس. فالراديو باتن 1 تشيكد وكولون، وبعد كده يقول لي او بتساوي تشيكد بتساوي ترو او تساوي ايه او تساوي فولس. ممكن اعمل قبلها سلاش ان، دي معناها انزل انتر يعني، دي سكيب سيكونس. لو عملنا كده ايه رن، نشوف بس الزرار الاول بس، هو اصلا متعلم عليه. فلما ادوس على تشيك تشيك تشيك، ايوه تاني واحد ماشي، قال لي ايه الراديو باتن 1 تشيكد بتساوي ايه ترو. طبعا انا ما بعرفش ده، هو ده ما نفضل طول عمره ترو، لان ما بنعرفش نرجع في قرارنا لان دول مش جوه جروب. تمام. طيب ده كده بالنسبه للراديو باتن اللي ايه الراديو باتن الاول. اخد كابي من المسج دي ومتعمل بيست، وعلى الراديو باتن 2، وبرضه هيشوف اللي هي الراديو باتن 2 دوت از تشيكد ولا لا. تمام. عملنا رن، ده يمكن شويه هنحسه لانه في الاول بيبقى لسه مش متعلم عليه يعني، لسه مش متعلم عليه. عشان اتعامل بقى مع الراديو جروب، الراديو جروب قصه مهمه جدا. بس لو تعال نبص على اللي حصل، ندوس على البتن، قال لي اهو الاولاني ايه، الاولاني ترو الثاني فولس. ما علمت على الثاني بقى هقول الاولاني ترو الثاني ترو، مظبوط كده. طبعا ما بعرفش ارجع خلاص لان هما مش جوه جروب. عرفت بقى فالد جندر عشان يشيل من الراديو جروب. اجيبه ازاي؟ اجيبه فايند فيو باي اي دي، قمت منادي عليها الايه الراديو جروب ده نوعه راديو باتن، لان انا عايز اجيب الراديو باتن اللي انا عايز اشتغل عليه. فهقول له روح على جندر راديو جروب، تمام، دوت اللي تشيكد راديو باتن اي دي. فتشيكد راديو باتن اي دي بترجعك رقم، بترجع الاي دي بتاع الباتون اللي من جوه الجروب اللي اتعلم عليه، لان طبعا الجروب بيتعلم على راديو باتون واحد بس. فدي طريقه سهله، طريقه سهله ليه؟ لان طبيعي ما انا عامل راديو جروب ليه؟ عشان في الاخر اختار حاجه واحده خلاص. فاما بقول له راديو جروب دوت تشيك ذا راديو جروب اي دي فبيرجعه لك، فانت بالفايند فيو حصلت خلاص على الراديو جروب دلوقتي. كلمه جندر بقت شايله اصلا الراديو باتون اللي اتعلم عليه، اللي هو ايه بقى فيهم؟ انا ما اعرفش، اللي هو الميل او الفيميل على حسب ما اليوزر اختار. وبناء عليها هطلع مسج هقول له جندر وكولون، وهقول له ايه جندر دوت تكست. يعني عرفت اقول له جندر دوت تكست؟ اه، لان جندر دوت تكست لان ده الراديو باتون كله، فالمفروض يجيب لي كلمه ايه ميل او كلمه فيميل. فقول له تشيك، قال لي ايه؟ قال لي جندر ميل، اغيره خلاه فيميل. دوس على زرار، قال لي جندر ايه؟ فيميل، فيميل ميل كده. تمام، بيبقى اقدر اوصل لراديو باتن وحالاته سواء كان منفصلين او جوه راديو جروب. السلام عليكم ورحمه الله.